بفاس انطلقت اليوم فعالية المهرجان الوطني السادس للفنانين التشكيليين بمشاركة الفائزين في الإقصائيات الإقليمية التي تم تنظيمها بمختلف الأقاليم خلال شهر مارس الماضي. ريبورتاج سعاد زعتراوي وعزيزة شيبان. هي فلسفة الريشة واللون، فلسفة تعفيك من الحديث عن المدرسة التشكيلية التي تنتمي إليها وعن عمرك وحتى عمر علاقتك بالرسم. وهؤلاء الشباب تشبعوا بهذه الفلسفة، لكل رؤيته ولكل مساحة يشغلها عشق الفن في داخله. الفن التشكيلي هو بمثابة واحد ساحة للتعبير ولتفجير جميع يعني الطاقات المكبوتة داخل يعني الانسان. بالنسبه لي انايا خصنا نبدا يدوز النهار، لا بدا خصني نكون هاز البانسو في يدي، فهمتي؟ ما الا ما داز النهار ما عنديش البانسو في يدي، انا ما مش نهار عندي هالدرجه يعني عندك عندي تيجري لي مع الدم ديالي. هذا العشق غير المشروط للفن جمع 64 هاويا وهاوية في نهائيات المهرجان الوطني للفنانين التشكيليين الشباب، وذلك بعد فوزهم في الإقصائيات الإقليمية التي نظمت بمختلف أقاليم المملكة والتي شارك فيها 400 شخص كلهم ينتمون إلى أندية الفنون التشكيلية بدور الشباب. المهرجان يعرف تنظيم ورشة في الخط العربي أيضا. العربي وبالضبط تعلم الخط المغربي المبسوط، وهو من الأنواع التي برزت الان على الساحه الخطيه في المغرب. ما نساوش ان هذا مهرجان للشباب اللي هو ماشي غير محترف، اللي هو شباب هاوي، والامل ديالنا هو من هذا الشباب هذا يخرجوا لنا محترفين كبار اللي كيعشقوا هذا الفن واللي يمكن لهم يوصلوا للمستويات اللي تشرف البلاد. اما الفائزون في النهائيات فالموعد يوم السبت القادم.